مرحبا. حبات الثلج بتتميز بأشكالها الهندسية الحلوة، وفي معلومة بتقول إنه ما في حبة ثلج بتشبه الثانية تماما، مثل بصمة الإصبع الفريدة يلي بتختلف من شخص للثاني. معظم بلورات الثلج سداسية الشكل وممكن يكون لها أشكال ثانية. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون بين السحب والغائم جزئيا بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر فوق المناطق الساحلية ليلا. أما درجات الحرارة فعم ترتفع شوي، حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بشوي بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون متقلبة لجنوبية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 12 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 50 و 86%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 13 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل فيها الدنيا 5 العليا 13. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالمنطقة الجنوبية بالسويدة طقسنا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة درعا الدنيا 6 العليا 14 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 3 و 11 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحمام طقسنا عم بيكون غائم جزئيا أيضا، ودرجات الحرارة عم توصل لل 14 درجة. أما بحمام فدرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 5 العليا 13. كيف عم يكون الجو على الساحل بطرطوس اللاذقية؟ رح ننتقل سوا لنشوف. مطر ليلا بطرطوس، ودرجات الحرارة باللاذقية عم توصل ل 17 درجة. أما بلواء اسكندرون فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 10 و 16 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون غائم جزئيا مثل اغلب المناطق، ودرجات الحراره عم تتراوح بحلب بين 5 و 13 درجه. اخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقه الشرقيه. بمدينه الرقه جونا عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحراره عم بتسجل بمدينه الحسكه الدنيا 3 العليا 10 درجات، وطقسنا مكفي غائم جزئيا. اما اخيرا بدير الزور درجات الحراره عم توصل ل 13 درجه، وطقس مكفي غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انظروني بكرة. باي.